قلت لهم ايه الحل؟ الزمالك يعمل ايه؟ سالناهم. انا عارف ان دايما جماهير الزمالك هي اللي بتشوف وبتعرف تتكلم فنيا كويس جدا. قلنا ايه طرق معالجه اخطاء الزمالك الفنيه في المباريات الاخيره لتصحيح المسار؟ سماح بتقول مساء الفل عليك يا قضاء، لازم التركيز على الاخطاء ومعالجتها، ويجب استرجاع التغطيه العكسيه والدفاعيه والتدريب على استغلال الفرص. بالتوفيق للزمالك دائما ان شاء الله. محمد عبد الرحيم، تحياتي ليك يا قضاء، منور القناه، اشكرك. لابد من التمركز الصحيح في خط الدفاع والتغطيه العكسيه، لابد من التدريب عليها كثيرا لاعتناء بتمرير التغييرات، تغيير طريقه اللعب اتكلمنا على ده برضه، استغلال الفرصه والتركيز في الدفاع والهجوم. لازم لاعيبه الزمالك تظهر لبعض علشان يلاقوا مساحات يتحركوا فيها لكي نصل لمرمى الخصم بسهوله ونقدر نحرز اهداف، والزمالك هيصعد ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو حميد. مريم بتقول مساء الخير عليك يا قضاء وعلى كابتن سعيد، ودايما متالق اشكرك. بصراحه انا شايفه انه لازم يكون في تركيز اكتر من كده، وخاصه الدفاع ما يكونش فيه استهتار، ولازم المدرب يركز جدا على تصحيح الاخطاء. وكل المباريات اللي جايه الزمالك يلعب بشكل كبير جدا.